تاريخ وتاريخ طبعا. يمكن قناة النادي الأهلي دائما بتدي معلومات لمشاهدي قناة الأهلي، وإذا كان هناك بنتكلم على الدوري العام يمكن بنتكلم على بطولات كانت في منتهى الصعوبة، بطولات أيضا النادي الأهلي دائما في محفل قوي ومحفل دائما محفل بطولات. وأنا مريت يمكن ببطولات كتير قوي في الدوري العام وكلها كانت بطولات صعبة، لأن كل الفرق في أجيال السبعينات والثمانينات كانت فرق كويسة، فرق مميزة، فرق كان بيبقى فيه منافسة لآخر لحظة. يعني النادي الأهلي ما كانش دائما بيتربع ب 15 بونت و 20 بونت زي دلوقتي، لا، كانت دائما بتبقى فيه منافسة ومنافسة النفس الأخير. فكل هذه البطولات أنا شايف أن كانت بطولات صعبة جدا جدا، ولكن منظومة النادي الأهلي دائما بترتقي إلى مستوى البطولات. لعيب النادي الأهلي اللي بيلبس التيشيرت الأحمر بيبقى عنده دوافع عالية جدا لإحراز البطولات، وحتى الأجيال اللي فاتت وأجيال سابقة. ويمكن كابتن محمود الخطيب يمكن في اجتماع معانا اتكلم فعلا الأجيال كلها على مر السنين في النادي الأهلي كلها أجيال بطولات، من أيام النادي الأهلي ما نشئ أجيال بطولات. والله الدوري طبعا السنه دي هيكون دوري قوي، لانه الانديه الحقيقه استطاعت انها تستقطب لعيبه كثيره جدا، وخصوصا كمان عندنا نادي اسمه نادي بريمس عنده دلوقتي مجموعه كبيره جدا من اللعيبه المتميزه. ده هيخلق طبعا جو تنافسي قوي جدا، والنادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي الاسماعيلي والانديه الكبيره والمصري البورسعيدي والانديه دي كلها لازم يكون عندها حافز السنه دي انها تحقق طبعا نتيجه كويسه، لانه حقيقه النادي الاهلي لن يفرط في الدوري، لانه من اهم مبادئ النادي الاهلي واهم يعني الامور اللي ممكن احنا نقول النادي الاهلي بيجري في اطارها ان هو البطل الدائم بيكافح من اجل ان يكون دائما هو في المقدمه. فالحقيقه المنافسه هتكون قويه جدا للدوري السنه دي يعني، وانا متوقع انه هيكون النادي الاهلي يعني المره دي في ظل وجود مدرب جديد عنده قدرات جديده، عنده افكار جديده، عنده اسلوب جديد. انا متاكد انه النادي الاهلي يعني قادر على انه يحقق نتيجه مرضيه جدا مرضيه جدا. جميله سنين، انا لعبت حوالي 17 دوري عام الحمد لله، بداية من 73 وبطلت 89. كان ليا الشرف ان انا احضر اجيال جيل الكابتن شحتة وعرابي الله يرحمه، بوب الله يرحمه، عادل البابلي ومحيي وفكري مرسي واحمد عوب وسمير مخيمر، وبعدين جيل بقى عمر والاسناوي وعيد والسعلبي. الذكريات جميلة، وبعدين كفاية ان انا لعبت ضد بيبو وضد انور سلامة وضد مصطفى عبده وماهر همام وإكرامي، حاجة عشرة جميلة ولعيبة كورة لو موجودين في الزمن ده بيبو ده يساوي مثلا مليار. الأهلي مخطط صح، الأهلي ماشي صح، الأهلي دايما سابق كل الأندية. مش عشان بتكلم في قناة الأهلي، دي كلمة حق بقول، الأهلي سبق الناس بكتير قوي، زي التكنولوجيا زي اليابان كده، سبقت الناس في التكنولوجيا. الأهلي سابق بخطوات كتيرة قوي كل الفرق. وفي الشمال نسمع التوتو، توتو اوفر عند حمدلو وحمدلو يشوط حلوه، جول الاول، جول جميل جميل جميل، 1-0. اسماعيل توتو عمل اوفر في منتهى الاتقان على رجل حمدي نوح، ياخدها على الطاير ويحط جول. كنت بنافس على هداف الدوري نفس الموسم دوت، جبت 14 هدف، كنت منافس لكابتن حسن شحاته والكابتن علي خليل، ووصلت المنتخب مصر ولعبت المنتخب مصر ماتش ملاوي في الدورة الأفريقية في الجزائر، جبت هدفين، ولعبت مباراة ليبيا الشهيرة. فده اداني حافز كويس وتحدي بيني وبين نفسي ان انا اوصل.
بالعرض. توتو اوفر عند حمدلو وحمدلو شوطه حلوه. جول الاول جول جميل 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 لحمدي نوح، ياخدها على الطاير ويحط جول.